خش على السمير. خش يا معلم. ضررك يا باشا. خش يا باشا. خش على السمين يا معلم. خير بلدنا. خير بلدنا يا باشا. خش على السمين يا معلم. حوالي. اللهم صل على النبي. انا اسمي يوسف الصاور، انا شغال في الاهراميد بقالي 13 سنه. تعاملوا معاها زيها زي اي سلعه بالنسبه لمجالنا، يعني اللي هو الاسماء وتربيه الاهراميد، يعني زي الريعه بتتربى في ميه وبتاكل، وزيها مثلا زي الايه، زي اي سمك بيطلع بالنسبه للاهراميد على حسب طلب المستهلك، سواء هو عاوز مثلا، طبعا هو الوزن هو اهم حاجه، يعني المقياس بتاعها بالوزن، تمام، على حسب طلب المستهلك، سواء كان مثلا قراميط كبيره مثلا هيبقى وزنها اكبر، او قراميط صغيره هيبقى وزنها اقل. والله هي دايما على حسب طلب المستهلك هو، يعني مثلا في بلاد عايزه مثلا القراميط اعداد كبيرة مثلا، على حسب الأسرة ما هتاكل، أكيد في الحلو وفي الوحش، أو مثلا الصغير أو الغالي والرخيص كده، زي أي سلعة بالظبط، اللي بيتحكم فيها الطلب، طلبك وأنت نازلة تشتري كده، على حسب هي مبدئيا جاهزة للمستهلك في أي وقت، يعني مثلا يعني بعد 6 شهور مثلا لو هو عاوز صغير، واخد بالك؟ معاكي مثلا لحد 2 سنين يطلع مثلا احجام كبيره زي اللي عندنا دي، ممكن تفضل عادي زي 2 سنة 2.5 عادي، طالما هي بتاكل فبتكبر، واخده بالك؟ طول مده متهيألي 2 سنين بياكل بواقي الاعلاف، بواقي المصانع، بواقي مثلا منشون، بواقي اللي هي الحاجات اللي هي في المصانع، بدل مثلا ما تروح تترمي، واخده بالك؟ فانت بتاكليها تستفادي بيها، زي مثلا لما تكوني مثلا عندك طيور، او مثلا عندك فراخ مربيه حاجه مثلا بتدي لها بواقي اكلك، واخد بالك؟ فدي بتاكل بكميات، لان طبعا المصانع بتطلع مثلا كميات، فبيبقى في بواقي، ماشي، بواقي اعلاف، بواقي مكرونات، بواقي لانشون كده يعني. خش يا معلم. خش يا باشا. اسمه مصطفى محمود حضرتك. بعبي قراميط والله للناس اهيك، قراميط نضيفه برضه بنت حلال. ها؟ عندي 33 سنة. بقالي 7 سنين. ده نوع واحد حضرتك، العربيات اللي بتجي لنا عربيتنا الرقيقه يعني. ثلاث بس اللي بعده، مش ثلاث. ماشي. ماشي. ايه؟ والله اللي بيتعب بيلاقي. محدش هيقعد على السرير ويقول لك يا رب. مشيت والله.
من الساعة 10 للساعة 10. ايه من الساعة 10 الصبح ل 10 بالليل. ايه؟ عايزهم من اكل عيشي؟ اكل عيشنا. بقول لك احنا من اكل عيشنا محدش يسقوا منه. صح؟ احب اكل العيش مش الشغلانه دي بس. ناكل العيالين بالحلال.